حفلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء تعلن انطلاقه الشوط الثامن الاضافي مخصصا للجعدان على بركه الله. ننطلق فورا مع الصداره مع المقدمه. مع الصدارة هناك مع المقدمة مع الذي افتتح إذاعة هذا الشوط الوسمي محمد بن حسين بن طماطم على الصدارة. أما ثاني المراكز في ثاني المراكز اللي غير على الصدارة دولار شمسة بنت ناصر بن حمد الزرعي على المركز الأول. أما ثاني المراكز هناك الوصول من الخطير أحمد بن سالم بن مسلم العامري يتواجد على ثاني المراكز. ثالث المراكز الوصول والتحرك من هملول حمودة بن سهيل الحرسوسي على رابعا في هذه اللحظات. هناك الذي غير إلى ثالث المراكز شاهين حمد بن سعيد بن مطوع الكتبي، لكن رابع المراكز او خامس المراكز وصلنا اسم مجهول. هناك على رابع المراكز خامسا الوصول والتحرك شاهين فرج بن راشد بن فرج المهيري على خامس المراكز في هذا اللحظات. لكن نعود مع دولار على الصدارة، دولار على المقدمة، على المركز الاول شمسة بنت ناصر بن حمد الزرعي على الصدارة على المقدمة. أما ثاني المراكز هناك الوصول والتحرك من شاهين حمد بن سعيد بن مطوع الكتبي بن مطوع على ثاني المراكز. ثالثا الوصول والتحرك خطير. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع دولار سهيل بن راشد على المقدمة على المركز الأول. أما ثاني المراكز هناك أما لثاني المراكز هناك شاهين فرج بن راشد بن فرج المهيري على ثاني المراكز. ثالثا الوصول والتحرك من الخطير أحمد بن سالم بن مسلم العامري يتواجد على ثالث المراكز. لكن نعود مع دولار مع الصدارة، دولار مع المقدمة. سهيل بن حمد سهيل بن راشد بن حمد الزرعي على المقدمة على المركز الأول. أما ثاني المراكز هناك الوصول من شاهين فرج بن راشد بن فرج المهيري يتابع شاهين على ثاني المراكز. ثالثا على ثالث المراكز هناك الخطير حذاري من خطير أحمد بن سالم بن مسلم العامري يتواجد. لكن دولار راح مع الصدارة مع المقدمة. سهيل بن راشد بن حمد بن حميد الزرعي يتواجد على الصدارة على المقدمة. الخمسمائة متر الأخيرة ناوي يرسل السلام إلى أهالي الوافي، إلى أهالي الوافي على الصدارة، وافيين على المقدمة
بدا يصدر له العنان. دولار مع الصدارة، سهيل بن راشد بن حمد الزرعي مع المقدمة. ثانيا المحاولات من فرج بن راشد بن فرج المهيري، لكن خلاص دولار مع الصدارة، دولار مع الرقص الجميل، دولار مع الإبداع مع الصدارة. أشكرك يا ناصر بن حمد الزرعي على هذا الأداء الممتاز. شاهين واصل، شاهين على ثاني المراكز، لكن لحظات الفوز والانتصار مع دولار. سهيل بن راشد بن حمد بن حميد الزرعي، تهاني ناموس على هذا الفوز والانتصار. أما ثاني المراكز هناك وصل شاهين فرق بن راشد بن فرق المهيري ثالث المراكز. الخطير احمد بن سالم بن مسلم العامري، تهاني ناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 5 دقائق وثانيتين، تهاني ناموس على هذا الفوز والانتصار.